احنا كنا باغيين ندخلوا لمنظمة البريكس لأسباب معينة. لما شفنا إلى ما آلت إليه البريكس، الأسباب هذه أصبحت غير واضحة. إذن الرغبة تاعنا في الدخول للبريكس ما بقاتش نفس الرغبة اللي كنا، احنا كنا باغيين نفوتوا مع كتلة، الدولة اللي تبغي تتقوى وتكل على أبنائها قبل كل شيء. تكل على أبنائك وعلى اقتصادك وبني اقتصاد قوي، ما تحوش تبني اقتصاد بنتاع الغير. رغبتنا والرغبة ما زالت قائمة هو أن دخولنا في بنك البريكس. الجزائر دخلت البنك. بنك البريكس خلاص تم القبول ودخلنا، وربما نشارك بمليار ونص دولار نشري أسهم، لأن بنك البريكس هو البنك الجديد للتنمية. سي ليكيفالون لا بنك مونديال. Et dans le capital est aussi important que celui de la Banque mondiale.